مالك يا ماما؟ بقالك ساعة ماسكة البيضة دي وبتبصي فيها كده ليه؟ هو انا مش معترضة ان البيضة بقت بتلاتة جنيه، بس هموت واعرف صغروها كده ازاي. معاكي حق والله يا ماما، الاسعار مش بس بتزيد، ده كأنها راكبة صاروخ. انا خايف بعد كده اروح اشتري 100,000 جنيه فول. بس يبقى هات بكل 50,000 في كيس لوحده. ولسه العيش هيزيد والبنزين زاد وكل حاجة هتزيد. ايوة كل حاجة، والمواصلات هتزيد. هو مش المفروض، يعني مجرد رأي، يعني ان المصروف يزيد. صدقي معاك حق، انا رأيي كده برضو. انا خايف بعد كده اروح سري. انا خايف بعد كده. انت بتضحكني يا